أقر مجلس النواب العراقي بالإجماع حزمة إصلاحات قدمتها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي تهدف لمكافحة الفساد ووقف هدر المال العام. الموافقة بالإجماع. الإصلاحات تهدف لتفعيل الرقابة والمحاسبة وإلغاء مناصب عليا كنواب رئيس الجمهورية التي يشغلها ثلاثة من أبرز السياسيين العراقيين هم نوري المالكي، إياد علاوي وأسامة النجيفي. كما تشمل إجراءات طموحة كإلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية، أمر يبدو بعيد المنال في بلد ينهش التشرذم الطائفي. 14 سنة نسمع بهالقرارات وهالوعود وكلها كاذبة وكلها فاشلة، تعودنا يعني احنا على الكذب مالتهم، لا كهرباء لا خدمات. بس يلا انتبهوا للشعب، من شافوا المتظاهرين من شافوا الشعب قام عليهم، هسه يردون يحققون. احنا نريد ناكد بان التحقيق حقيقي والقرارات اللي يوم صدقوا عليها كون يطبقوها بالواقع. إقرار الإصلاحات يأتي بعد احتجاجات شعبية شهدتها بعض المدن العراقية ومطالبة المرجع الشيعي آية الله علي سيستاني باتخاذ إجراءات جريئة لمكافحة الفساد. البعض يخشون أن تبقى الإصلاحات مجرد حبر على ورق بسبب صعوبة المرحلة الأمنية التي تمر بها البلاد والفساد المتجذر الذي تستفيد منه فئات من الطبقة السياسية.